السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع وهران وبالضبط في المنطقة تاع طفراوي لنقف على الأشغال تاع التهيئة الخارجية لمركب صناعة وتركيب سيارات فيات اللي راه قيد الإنشاء، واللي حسب التصريحات تاع الوالي تاعنا إذن تاع وهران فسوف نشاهد أول سيارة مركبة في الجزائر في غضون نهاية السنة هذه 2023 بداية 2024 إن شاء الله. إن شاء الله إحنا نشجع هذه الشراكة الجزائرية الإيطالية لما نلمسه من جدية وحسن التعامل احتراما بالمتبادل بين البلدين، يعني تاريخيا مش غير من اليوم. إذن ننتظر من هذه الشراكة أن يكون فيه انتقال التكنولوجيا و يعني تطوير صناعات حقيقية في الجزائر، وكذلك مع شركات وشركاء من دول أخرى خاصة من آسيا. أترككم تتابعون هذا الفيديو عن التحضيرات تاع التهيئة الخارجية حول مركب السيارات تاع فيات بوهران، والسلام عليكم. Actuellement, on va entamer la viabilisation de 100 véhicules prioritaires. Nous avons la maison Fiat, c'est-à-dire la première priorité. 120 hectares, 40 hectares qui est réservé pour Fiat, 40 autres hectares, donc c'est pour l'extension aussi de Fiat, et 40 hectares, elle sera réservée donc, pour les autres, les petits fabricants donc, de la pièce de rechange qui entrent dans le montage de la fabrication des voitures. On est là, mais le travail sera effectué en trois fois.
رانا متواجدين على مستوى طفراوي يعني في مصنع فيات. هذا المصنع هذا اللي فيه التزامات من طرف يعني مسؤولي شركة فيات من أجل يعني إنتاج وكذلك تسويق أول سيارة في نهاية هذه السنة وبداية السنة القادمة إن شاء الله. المصنع يعني يعرف وتيرة نتاع إنجاز جد متسارعة. اليوم كذلك السلطات المحلية يعني شرفنا على تنصيب ثلاث مقاولات كذلك من أجل أشغال التهيئة الخارجية للمنطقة الصناعية. ظن بلي باش يعني المقاولين تشوفوا بلي باش يعني هما مقاولة كبيرة اللي عندهم عتاد كذلك يعني معتبر، وكذلك هم يعني راهين يخدموا بثلاثة في ثمانية يعني 3 فوايد. ونظن بلي باش يعني الموعد اللي ضربناه للمواطنين يعني بإنتاج أو استلام أول سيارة في نهاية السنة إن شاء الله الكل يعمل من أجل احترامه وتجسيده على أرضية الواقع. المنطقة الأولى هي المنطقة المتواجد فيها مصنع فيات حاليا يعني بمساحة 40 هكتار، وهذا يعني اللي راه يبنى حاليا مصنع فيات فوق هذه الأرضية هذه. المنطقة لازون 2 المنطقة الثانية هي المنطقة المخصصة إلى التوسع نتاع مؤسسة فيات مستقبلا إن شاء الله، والمخصصة كذلك ب 40 هكتار أخرى. والمنطقة الثالثة وهي لازون 3 لازون 3 كذلك بمساحة 40 هكتار وهي مخصصة إلى المستثمرين الذين يريدون أن ينجزوا استثماراتهم أو مصانعهم الصغيرة في إطار يعني صنع مواد قطع الغيار وكذلك كل ما يدخل في تركيب وصناعة المناولة وكل ما يدخل في صناعة السيارات يعني سيخصص إلى هذه المؤسسات هذه إن شاء الله. بالنسبة لعدد المناصب نتاع الشغل يعني فيه عدد معتبر يعني فيه أولا قبل كل شيء كاين اليد العاملة المختصة يعني اللي رايحين يبداو على ما اظن بحوالي 600 عامل، وفيه العامل فيه اليد العامله المباشره والغير مباشره، فنظن باللي باش رايحين يبداو تقريبا يعني 3000 عامل في بدايه العمل تاعهم. المصنع يعني فاتت 60% فاتت 60% ويجري بوتيره جد متسارعه، ونظن باللي باش يعني تقريبا ان شاء الله في نكونوا في الموعد المحدد ان شاء الله لانتاج اول سياره. ولا حاجه ولا اشكال يذكر، الدوله الجزائريه وضعت كل الامكانيات كذلك يعني من اجل تسهيل الامور الى شركه فيات، ونظن بلي باش يعني تواجد مثل هكذا اعتاد في هذه المنطقه هذه وانطلاق الاشغال نتاع التهيئه هو اكبر دليل على التكفل بكل المشاكل وكل الصعوبات اللي يعني ممكن انها تكون متواجده. اضافه الى هذا في خليه نتاع متابعه هي نصبت على مستوى هذه المنطقة الصناعية من أجل متابعة كل إشكاليات وكل ما من شأنه أن يعيق تقدم الإشغال، ولهذا فنظن بلي باش الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. طرف وزارة الصناعة وهي تقدم تقارير كذلك دورية يعني كل 15 يوم تقدم يعني تقرير إلى السيد الوزير الأول حتى يسمح له بالإطلاع ومتابعة كذلك يعني سيرورته وتقدم الإشغال، فلحد الساعة الأمور تسير في الاتجاه الذي نريد. يعني مرافق للسيد وزير الصناعة وصناعة الصيدلانية إلى إيطاليا، وقمنا يعني بلقاء مع المسؤولين الإيطاليين يعني هناك، وكان يعني جد الالتزام على أن يعملوا من أجل يعني أن تكون أول سيارة مصنعة في الجزائر يعني خلال نهاية السنة هذه وبداية السنة القادمة. كان فيه التحدث يعني كذلك على أنواع السيارات يعني أنواع ماركات فيات اللي رايحين يتم تصنيعهم خلال 3 سنوات القادمة في الجزائر. كذلك يعني قمنا بزيارة مصنع فيات يعني وين شفنا يعني التكنولوجيا وكذلك يعني كيفية تركيب السيارات سواء سيارات يعني الهجينة أو سيارات اللي تمشى بطاقة الكهربائية، وكانت يعني زيارة جد مفيدة سواء بالنسبة للإيطاليين من حيث يعني التزامات الدولة الجزائرية وكذلك بالنسبة لنا احنا كذلك من أجل كذلك إعطاء كل الضمانات على أن تكون الأمور جاهزة إن شاء الله في الموعد المحدد.